السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. اتفضل. هل يجوز الانشغال بالذكر عن القرآن عن سماع القرآن؟ كل جائز، لكن في الصلاة لا. في الصلاة وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قرآن الصلاة عند جمهور العلماء. لكن الأولى إذا كنت القرآن يقرأ وأنت بإمكانك أن تنصت أنصت أفضل، عموما لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أيضا في الصلاة، هي الأصل في الصلاة عند الجمهور وخارجها لعمومها. الله يسلمك، لكن لا مانع أيضا من رأي الآخر. السلام عليكم.